لكن الأحداث مهمة دلوقتي، وزي ما احنا بنتكلم يعني بطولة كبيرة. وبداية خلينا نعرف كده، شايف ازاي المجموعة بتاعت الأهلي؟ والله في توليفة كابتن طارق عاملها، توليفة شباب مع خبرة، شايف ان توليفة كويسة جدا، وان شاء الله هتبقى مستقبل نادي الأهلي كويس. مجموعة اللي موجودة عندهم كم خبرات، لعيبة الكبار اللي في المنتخب اللي موجودين في الفريق بقالهم فترة، بلس العناصر الشباب اللي لسه طالعين من الشباب للدرجة الأولى. لا أنا اللي هم كفء حقيقي يعني، نقدر طبعًا نقول طبعًا. لا عندهم مهارات يعني كأنهم اوريدي لعبوا قبل كده مع فريق أول فعلا يعني. ما هم اوريدي كانوا من السنة اللي فاتت واللي قبلها كانوا بيشاركوا فترات قليلة مع الفريق الأول، وفي مجموعة منهم كانت مع المنتخب. فأنا شايف لأن هم بصراحة مجموعة كفء جدا. صحيح. الفترة الجاية إن شاء الله هيبقى ليهم شأن كبير يعني. جميل. طيب المنافسين في نفس المجموعه اخبارهم ايه؟ القرعه يعني حطتنا مع الفرق اللي ذكرناها حتى في مقدمه حلقه النهارده، شايف المجموعه دي قويه، المنافسه فيها هتكون قويه ولا مقدور عليها الى حد ما انتظارا بقى للتصعيد وبلوغ المرحله التاليه؟ والله هي الفكره كلها طبعا اللي هي الفرق الافريقيه. احنا معانا فاب الكاميروني سكوتو، معانا ريد ستار. ريد ستار فاب الكاميروني من الفرق الرخمه في الهاندبول عندنا احنا زي ما بنقول، بيفضلوا بيعفروا معاك طول المباراه. ودايما احنا الفرق الافريقيه بالذات لازم من بدايه المباراه تقدر انت ترسم شكل المباراه عامل ازاي علشان تعرف توديه في انهي اتجاه وتقدر تلعب بطريقه لعبك. لكن لو سبت المباراه واحده واحده تمشي معاك هيبقى الموضوع صعب. بس هما طبعا فرقتين محترمين جدا عندهم هاندبول، بالذات فريق فاب الكاميروني فرقه قويه، فرقه يعني انا من رايي من كتر ما انا كنت بلعب معاهم في البطولات الافريقيه هم دايما كانوا بيبقوا معانا واعين معانا في المجموعه. فانا شايف ان هم لا هم فرقه رخمه، بس يعني النادي الاهلي والفريق اللي موجود يقدر يسيطر على المباراه زي ما بيحصل كل مره، وكابتن طارق اكيد هيدرس المباراه اذا كانت فاب الكاميروني او ريد ستار. احنا الحمد لله سكوتو كسبنا امبارح المباراه، فاضل لنا مباراة بكرة مع ريد ستار، بعد كده فاب الكاميروني، فإن شاء الله يبقى في مكسب ويبقى الموضوع يعني في أريحية للدور الثاني إن شاء الله.